دير جوج شكايه، دير شكايه ديال النصب وشكايه ديال التهديد. العائله ديالي عايشه في الرعب خويا. هاد الناس اخويا كانوا باعوا لي واحد البرا كنصبوا عليها. واحد الناس هنايا اخويا كريان دوار ودموق دوار حمدي حدا بيتي ساكن، جيت رياض الولفه نصبوا عليها اخويا. باعوا لي واحد البراكه، باعوا لي بستة المليون. هذاك السيد اللي باع لي البراكه بستة المليون مش باع لي، مو بداوني عند ملي باع لي البراكه. قلت له اخويا اش درتي معايا دابا في شهاده السكنه وداكشي؟ قلت له شناهو اخويا بغيت شهاده السكنه. قال لي مرحبا هي تهور معايا. قلت له نهور معاك اخويا ما كاينش مشكل، جبت واحد البراكه هور عطيتها ليه. سمعتيني 5000 درهم عطيتها ليه، راك ملي عطيته الفلوس من وراها كنقول له اخويا شهاده السكنه اش درتي معايا هاد الشهر هاد الشهر هاد الشهر هاد الشهر هاد الشهر ما كاين والو ما كاين والو. من وراها السيد اللي كان باع لي البراكه انايا، قلت له خويا اش درتي معايا اش درتي معايا في قضيه شهاده السكنه؟ قال لي انا ما بعت لك ما فعلت لك. قلت له انا عندي الشهود ديالي بن بعتي لي يا خويا علاش؟ قلت له دابا اش درتي معايا؟ قال لي والله ما نعقل عليك. قلت له ما تعقلش عليا صافي، كيجيو الناس كيبغيو يشريو البرارك كنحرم عليه. حتى واحد ما يبيع البرارك، حتى واحد ما يبيع البرارك. من وراه جاب لي عصابة معاه تا هما كينصبوا على عباد الله دوار ودمو دوار الحمدي عاملة شحال حسن رياض الولفة. خويا هزموا لي على ولادي دابا، أنا كنت في الخدمة ديالي دابا وهزموا لي على ولادي، هزموا لي على ولادي، ولادي فيهم الرعب دابا. أنا عند الصورة عند الشرطة القضائية دابا تيجمعوا لي بقوا كيشيروا بالحجر على ولادي دابا، دابا كيشيروا على ولادي بالحجر. وسبب هادشي كامل عرفتهم عرفتهم ما بقاوش يبيعوا البرارك. الناس هادو راه كينصبوا هادي وهادي وهادي وين ما بغاوليش نقول هاد الكلام. ام الله ياخذوا لي حقي، ياخذوا لي حقي من هاد الناس هادو. الناس ظالمة كينصبوا على عباد الله ونصبوا عليا انا. راه حشومة عيب وعار كرفسوني بغوني نبقى ساكت. لاش ديال الليل جايين الليل ولادي كيكرفسوني فيهم. راه حشومة عيب وعار.